يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي العالمين يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بالحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع نعرف البطحة وتعرفونا والصفا والبيت يلامونا ولنا المعلى وخيفوا بنا فعلى من هذا وكن وكن يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرجي ولنا خير الأنبياء أبو علي الفرد تضحى سابه وإلى سرطين نتاسب نسبا فيه من داخلي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عجل وكرمي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عجل وكرمي بما من بعده خالفه من حسانته من عرفه وبهذا الوصف قد وصفه من قديم الدهر والزمان يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرجي يا رسول الله
شمس زين العابدين علي وابني البفي لخير ولي والإمام صادق الحفلي وعلي دين مولى اليهدي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي فهم القوم الذين خذوا وبفضل الله قد ساعدوا ولغير الله ما قصدوا وباع القران في قلبي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان ودرتي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان ودرتي سيد للنجاة إذا شفت من طفل كل أداة تاج فيها لتكون قادة وتصم في الله والسعدي يا رسول الله سلام عليك يا رب عشان وزرتي يا رسول الله سلام عليك يا رب عشان وزرتي مصطفى الزهري يبان الارض فتذكري على البيت المصطفى الزهري يبان الارض فتذكري شوفيكم الان شوف الزهري مثل ما قد جاء أبي سناني يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان وجهتي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان وجهتي طيب اتبعنا بمركدي وهدينا الحسنى بمرمدي طيب اتبعنا وأمتنا في طريقاته ومعافده في تابيه يا رسول الله سلام عليك ربي عشان وجرتي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان وجرتي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.